أهلا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج ضيف وسيرة. ضيفي لهذا اليوم شخصية مبدعة بالفكر، بالبحث، بالفن، بالإخراج والإنتاج. كان له بصمة ناجحة في العمل التلفزيوني بمهنية واحتراف. لنتعرف أكثر على ضيف شخصية هذا اليوم، تابع هذا التقرير مع الزميلة هلا محفوظ والنور. المهندس، المنتج والمخرج والباحث فيصل مرعي، من مواليد مدينة اللاذقية في سوريا. ولد عام 1956، أنهى دراسته التعليمية فيها ونال شهادة الماجستير في الهندسة الإلكترونية التلفزيونية من المعهد العالي للاتصالات في مدينة موسكو. عمل مهندسا في التلفزيون العربي السوري لمدة 10 سنوات، منذ عام 1981 ولغاية عام 1991، حيث شغل منصب رئيس مديرية النقل الخارجي التلفزيوني. اتبع دورات عديدة في مجال التلفزيون في كل من اليابان، إنجلترا، ألمانيا وإيطاليا. كان المشرف الرئيسي على تصوير مسلسلات القطاع الخاص كاملة في سوريا وعلى التغطية التلفزيونية لرحلة الفضاء السورية السوفيتية المشتركة في سوريا عام 1987، ودورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة اللاذقية في العام ذاته. وقام بإنتاج مسلسلات الفانتازيا التاريخية كمسلسل البركان وغضب الصحراء، وكذلك البرامج الكوميدية المنوعة، من أهمها منكم وإليكم والسلام عليكم بأجزائه الأربعة. كان أول من قام بإنشاء أول مدينة تلفزيونية في سوريا عام 1993. وأنتج فيلم سينما الأول، فيلم كشمات، بالتعاون مع تونس والمغرب وكندا عام 1994. أما الفيلم الثاني، فيلم قمران وزيتونة عام 2001، والذي نال جوائز عديدة من شتى أنحاء العالم، وهو من سيناريو وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد وبطولة أسعد فضة ونورمان أسعد. رجعت لعاتك ولك كرة، رجعت لعاتك ولك خنزير، لك يا كلب يا قلي الكلاب، تم نقص لك البطل العربي. يمتد البطل العربي بين درجتي أرض 2 درجة جنوب خط الاستواء و 38 درجة شمال خط الاستواء، يعني 40. لعبة بلادة. وهو أول من صور مسلسلا عربيا كاملا في موسكو، مسلسل القصر عام 1999، وقام بإعداد وإخراج العديد من البرامج التلفزيونية، من أهمها برنامج لا تفهمون غلط وبرنامج وثائقي آخر بعنوان رحلة الإسلام. من أهم البرامج التلفزيونية التي قام بإخراجها التاريخ الإسلامي في مثل هذا اليوم، صور القرآن، الرسول في القرآن، تاريخ العالم الإسلامي، ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. أرحب بكم من جديد مشاهدينا، وأكيد بدي رحب بضيفي وحضرتك المهندس، المنتج والمخرج فيصل مرعي. شكرا لاستضافتك أولا ببيت حضرتك واستضافتك لنا بهذه الحلقة. بداية رح أبدأ معك بالطفولة. حياة طويلة مليئة بالإنجازات، ولكن الطفولة دائما يكون لها البصمة الأكبر في ذاكرة الشخص. تحكي لنا عن طفولتك. أنا ابن مدينة اللاذقية وعشت طفولتي كلها فيها، وقضيت فترة الدراسة ابتدائي إعدادي ثانوي هون. عشنا، أنا بقدر أقول مدينة اللاذقية كانت من المدن النموذجية في الألفة والمحبة بين الناس.
كان في طقوس اجتماعية موجودة كتير جميلة. يعني كان في فرضا بالصيف إجباري شباب وبنات اللاذقية كلياتهم الساعة 6 المساء من 6 لـ 9 لازم كله يتواجد على كورنيش اللاذقية يتمشوا ونحكي ونقرقر. كان الطقس بالمدرسة نطلع كل يوم يعني الظهر في شارع لحد اللي بنسمين احنا شارع سينام الأهرام، كان كل شباب وبنات اللاذقية يجتمعوا بهذا الشارع من 12 لـ 12:30. كل الشباب يمشوا ورا الصبايا ويغازلون من بعيد بدون حكي بدون أي قلة أدب. كانت الناس بس هيك إنه يطلعوا بعض ينبسطوا يبتسموا ويضلوا رايحين. فكان في طقوس جميلة ربينا فيها. كانت جو المدرسة جو حلو. كان الأساتذة ما كنا نحس إلا الأساتذة إلا هذا أبونا وعمنا وهو المربي الحقيقي. يعني كان وقتنا بالمدرسة مو بس دراسة، كان في دراسة وكان في نشاطات، كان في حرص علينا نحن كاي. ما بتذكر أنا إنه بأيامنا كان في شيء اسمه مدرس خصوصي الأولاد إنه يروحوا يدرسوا دروس خصوصية. كنا نتنافس مع بعض إنه مين بده يكون أشطر، مين أفهم، مين عم يقرأ روايات أكثر. هذا كله بالمدرسة كنا نحسه. الأساتذة يعني يدخل يعني لهلأ بتذكر أساتذتي تقريبا أغلبهم كل واحد بشخصيته كيف كان يدخل يعمل 10 دقائق أول شيء هيك خلينا نسميه تنمية اجتماعية دردشة مع الكل، أنت شو أنت كذا، هي نحن عم ندرس ولكن نحن كمان لازم نكون نحن يعني عنا معرفة بكل شيء. فكانت أجواء أنا يعني بفتخر بأنه كنت ابن المدينة وربيت بهيك أجواء. أكيد نحن يمكن بهيدا الجيل منحصد أيام زمان على الحياة الهادئة اللي كانوا يعيشوها وعلى القيم اللي حملوها يمكن لهالأيام. بدي أحكي عن الوالد والأب والمربي، كيف عم تنقل هيدي الأجواء، أجواء الزمن الماضي الجميل لأولادك، وكيف تتعامل معهم بالبيت؟ أنا أسرتي متألفة من ولدين، سومر عمره 28 ولين 25. علاقتي أنا وياهن علاقة كتير حضارية، كتير أصدقاء، وكتير بلحظات أنا شديد كأب وغليظ، وكتير بلحظات أنا كتير متسامح معهن، وكتير بلحظات بحب اللي انحرمت منه أنا بحياتي أعطيهن إياه. فبنقعد أنا وياهن كل يوم، واليوم صار عندي حفيد فصار عندي جلسة صباحية أنا وياه، لأنه بتعرفي لا لما بيجوا الأولاد بمرحلة شبابك أنت ما بتحسي فيهم، تحسي إنه إجاكي ولد بس ما بتحسي بمسؤوليته، ما بتحسي بجماله، ما بتحسي إنه هذا المخلوق كيف عم يربط تك 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 صار قدامك واحد. هلا بس تكبري بالعمر بتحسي لهي المسألة، يا أخي في شيء حلو. ليش؟ لأنه زادت عندك المعرفة، زاد عندك الوقت، ارتحتي، زادت الخبرة، فأنت بتقدري تقيم الأشياء بأجمل. فيمكن حتما بيقولوا لك إنه الحفيد أغلى من الولد، لا بس هو بغلاوة الولد، بغلاوة الولد كتير. كوني أنا ربيت في جو أسرة نظامي، أنا من محبي ومن أنصار العائلة كتير، هذا الشيء بغذيه وبقويه عند أولادي، إنه العائلة، العائلة، احترام الكبير، هذا كتير أنا بالنسبة لي كتير شيء مهم. هذه القواعد أولادي أنا ولدوا في دمشق وتربوا في دمشق، فكنت حريص دائما كل مناسبة جيبهم لهون على اللاذقية، جيبهم لعند أهلهم يتعرفوا، يضلوا على تواصل مستمر مع عائلتهم. ليش؟ أنا أعتقد بأنه من التجربة بأنه كل مرحلة في حياتك إلى نوع صداقة، وهي الصداقة بتخلص بدون يعني زعل أو كذا، بس هي وبدون ما نسميها مصلحة، ولكن هي مصلحة العمل تقتضي. أنت بهي المرحلة عم تشتغلي مع جروب معين صاروا أصدقائك، مرحلة تانية اشتغلتي مع جروب آخر فأنت ما بقى عندك وقت لهداك الجروب، فبالتالي دائما في تجدد. من يبقى إليك الصديق الدائم هو الصديق القريب، لأنه القريب أنت بتلتقي فيه دائما بمناسبات العائلة، فبالتالي لما بيكون في بينك وبينه انسجام بالفكر، انسجام بالحكي، فبيطلع هذا أجمل.
ما بيطلع. فانت ضلت العائله هي عم تلم لاخر يوم بحياه البني ادم، العائله هي الحاضنه. فانا هي هذا ايماني كان، وبالتالي هذا شيء كثير كثير حاولت واشتغلت بانه ورثه لاولادي. جميل، عائله جميله رغم يعني قلت يمكن اعداد الاولاد عند حضرتك، وان شاء الله الله بيخليك لهم. كنت عم تقولي قبل الهوى اليوم بيصادف عيد ميلادك، وان شاء الله كل عام وانت بالف خير. بدي اسالك عن الاشخاص المؤثرين بحياتك، وتحديدا يعني اكيد في اشخاص ايجابيين واشخاص سلبيين، ولكن الاشخاص الايجابيين اللي هن تركوا بصمه بحياتك وقدموا لك الدعم. في اشخاص بحياتك بيكونوا من الأقارب أو أساتذة أو يعني حسب شو النشاط اللي بتكوني عم تمارسيه بشبابك، هدول باللا شعور بتحسي منهم صار قدوة، بتاخدي منهم شغلات وي، وبتكتشفي بعد فترة بأنه هدون أضافوا لك شيء كتير بدون أن يدروا. هو ما بيكون قاصد بهديك بهداك الموقف انه يتعامل معك بطريقه سلبيه ولا بطريقه ايجابيه. شخص انت بتحب، وخاصه الاشخاص اللي انت بتحبيهم. انا في شخص غير لي مجرى حياتي، شخص كنت من انا وصغير كان هو يعني كشكل وكمضمون وكرجل كان يعني هيك هو مثالي في الحياه. كنت شوف فيه دائما شيء انه هيك الرجل لازم يكون، كنت أحبه وهو كان يحبني. وبموقف معين بتوقيت معين بجوز كان من سوء حظه أنه تصرف معي بطريقة سلبية غيرت مصير حياتي كلياتها رغم حبي الشديد له. فبهديك اللحظة يعني عمل معي موقف أنا أبداً ما بحياتي كنت متوقعه، فعمله انصدمت صعقت توازنت ثاني يوم. واليوم بقول هو بهديك اللحظة كتير أساء لإله لعائلته لإلي على الصعيد الشخصي، بس فادني كتير على بالناحية العملية. هو كان سبب يعني رئيسي بتغيير نمط حياتي، حتما كانت أساس حياتي العملية بس نمط حياتي اليومية العائلية. في شخص تاني بعتبر له فضل كتير كبير علي، هو إعلامي مهم اسمه الأستاذ فؤاد بلاط. أستاذ فؤاد بلاط لما جيت أنا تخرجت من روسيا، تخرجت من موسكو، فأجيت على التلفزيون السوري. كنت متوقع أنا أنه يعني جاي من موسكو سوريا كلها ناطرة إمتى بدي يجي فيصل، إمتى بدي يجي فيصل، هلا إيه بدي يجي فيصل، البلد كله وافي. فاكتشفت انه جيت وما حدا ناطر فيصل، فطلعت هيك انصدمت بلحظة. جيت بدي اسكن بالشام، انا ابن اللادي بدي اسكن بالشام. اكتشفت انه السكن بده بيت، ما عندي بيت. اكتشفت انه العيشة بالشام بده فلوس اكتر، ما عندي فلوس. فانصدمت باشياء كتير هيك، رجعت توازنت صعبة رغم عشقي للتلفزيون وليه. وشفت كتير تأزمت، وهذا الشخص اللي كنت عم أحكي لك عليه من شوي هو أزم شوي للعملية. فقلت يلا أفضل شيء بطلع بجي على اللادية بشتغل بمحطة الصلنفة، بقعد سنة وبطلع بكمل دكتورة أحسن شيء. فأخذت القرار، فطلبت لقاء المدير العام كان اسمه فؤاد بلاط، طلبت لقاء. فمن لما دخلت من الباب قام من ورا مكتبه وجا لقالي على نص المكتب، قال لي قديش انت غليظ، شو بخدش شو صاير باليوم شو صاير بالدنيا. قال لي معقولة تضل 6 سنين بروسيا ونحن ناطرينك؟ طلعت فيه قلت شو قلت له خير استاذ؟ قال 6 سنين لترجع ونحن ناطرين والتلفزيون لله مربط ايديه لتجي انت وتصير انت مهندس وتباشر عملك. قلت له هذا كلام كتير بيغريني بس في واقع عملي بالمخابرات. شو الواقع العملي؟ قلت له ما عندي بيت. قال هي لا مشكلة. قام على التليفون مدري لميدا، قالوا دخلك البناية تبعنا ايه بتخلص تبع التلفزيون؟
اي اوكي. بتحجزوا شقه للمهندس فيصل. سكر التليفون. اكيد ما حكى، يمكن ما حكى مع مرته او مع اي حدا، بس انه شال تليفونه غيره. قلت له مواصلات. شال ولاي ما قدر يدق على المراه، قال لهم باي لحظه المهندس فيصل بده سياره بتبعتوا له سياره تحت تصرفه. قلت له الراتب. قال شو الراتب؟ قديش راتبك؟ قلت له 500 ليره. قال تعتبره راتب، المكافآت بتجيك 3-4000 ليره بالشهر غيره. قلت له ولا شيء، شو بدك مني؟ انزل عندك الخرج. قلت له يلا. خلال 3 شهور كنت من ابرز المهندسين بالتلفزيون من وراء لقاء هذا الزلمه. كثير جميل انه يكون في حدا هيك مؤثر لهالدرجه. يعني نفس يعني بتقولي قاعد جوا، رغم انه ما في اي معرفه شخصيه بيني وبينه، وما ما بعرف اذا كان بيعرف عني شيء، بس بيني وبينه ما حدا حكى معه يعني ولا هي، بس هو واحد لماح ذكي. بعد 3 شهور شفته، كنت بال عندي مناوبة بالليل، فقعدنا بالليل. قال لي، قلت له تعال، قال لي هذيك اليوم ليش عملت معي؟ قال لي قبلك بربع ساعة كان داخل لعندي دكتور مهندس وقال لي بدي اروح على محطة النبي صالح. قلت له فورا مع الموافقة. قال لي انت لما دخلت من الباب دغري قلت انا هذا هو ابن التلفزيون، هي هي النماذج اللي تصلح للتلفزيون السوري بهذاك الوقت. وهذا كتير كان بالنسبة لي عمل لي حافز كبير. يعني كنت أقعد بالتلفزيون السوري، كنت أقعد برياحة 12 ساعة داوم لحالي، اتعلم لحالي، يسوي كل شيء من وراء الجو اللي كان، جو الإدارة كان كتير عظيم. كتير حلو. بتعاملك مع الأشخاص اللي حولك قواعد يمكن أنت حطيتها، شو هي القواعد اللي بتحطها وبتستشف من خلالها نظرتك لهيدا الشخص، خلفياته، رؤيته، تعاملك معه، القواعد اللي ممكن تحطها أنت لحتى تكفي أو ما تكفي مع هيدا الشخص؟ أنا دائما كنت أتعامل مع موظفيني بالتلفزيون وحاليا بشركتي الخاصة، كنت لا أقبل على اي واحد انه يسمي حاله موظف. قلت له موظف بتروح بتقعد باي اداره، سجل ورا ولام، بتقعد كذا، انا ما عندي موظف. انا عندي خلينا نسميها انجاز وحب للمهنه، لانه احنا عم نشتغل مهنه فن. بالنهايه من المصور لتبع الاضاءه لكذا، اذا ما بيحب مهنته ما راح يعمل لي اضاءه صح. ما رح يصورني ويهتم بتفاصيلي، ما رح يساعد المخرج بشغله والمعد انه كيف شو رسمي اللقاء. فانا دائما بوجه كل العناصر كانت تشتغل معي انه حبوا المهنة، خلوا جوات كل واحد فيكم مخرج صغير. بمعنى المخرج هو لازم يلم بكل مهن المهنة كلياتها، فبالتالي لما بتكوني انت مخرج صغير بيضل عندك طموح بكل شغله اللي معرفتها ولو بشكل بسيط، وما بتعرفي حالك انت بتوقيت معين وين بتكتشفي نفسك. انت هلا دخلتي مذيعه فبتكتشفي نفسك يوما ما انه انت لا بمجال كذا انت صوتك اقوى وعطائك يعني مكتمل اكثر. وبالفن هيك يعني، يعني بتشوفي احيانا بتشوفي مخرج صار ممثل طبيعي، ممثل صار مخرج طبيعي. هلا هو اهم شيء بس الواحد يمسك زمام امور المعرفه بكل تفاصيل المهنه ليقدر يتخيل انه هي مهنه تخيل. فبالتالي بقول لهم دائما خلوا جواتكم رؤيه مخرج، بالتالي دائما انتقدني اذا شفت انه انا هيك، او اسال انه والله انا ليش عملت هيك، انا ما شايفها صح. اوكي حقك، لانه انت بجوز بيجي لك بعمرك تشوفها ما صح. انا بيجي لي بخبرتي بكذا بقول لك، انا ببرر لك ليش هي انا عملتها هيك. بجوز انت ما تعرف تبرر هلا ليش عملت هيك، ولكن انت عينك قالت لك هيك بس ما عندك تبرير. انا بعطيك التبرير انه انا عملت هيك لانه هي لازم تركب، هذا المشهد يركب مع مشهد مصور من شهر، فبالتالي لما بيركبوا لازم يكون الحاله النفسيه واحده، المزيج اللوني واحد، التشكيل واحد، الشخوص وجوهها متشابهة. فهي دائما بتعامل فيها مع العناصر بتعاون معه. بخلال مسيرة عملك الطويلة، في خطوة أو مشروع قدمت عليه وتمنيت أنه ياريت لو ما قمت بهالخطوة أو بهذا المشروع؟
لا، أنا تعلمت من كل تجربة خطة. على فكرة أنا من الناس اللي الآخرين بيستغربوها فيني، إنه ليش أنت ملول؟ بمعنى أنا بزماني اخترعت شيء اسمه الفانتازيا التاريخية. عملت أول مسلسل غضب الصحراء، عملت الثاني البركان، وعمل ضجة كبيرة في العالم العربي. وقفت، قالوا لي كمل، قلت لا خلاص خلي غيري يكمل. أنا وجدت شكل جديد. رحت على البرامج، عملت أشكال البرامج، عملت الخطوة الرئيسية منكم عليكم السلام عليكم والسلسلة هي، وحسيت أنه أنا هون خلاص وقفت، لازم أروح تجربة جديدة. فدائما كان همي في الحياة أعمل تجارب. بقدر أقول لك ما في شيء في الدن في ال في ال في المهنة كله جربته، حتى خارج إطار المهنة جربت أشياء كثيرة. ليش؟ من باب أنه لازم أنا وسع مداركي، كبر معرفتي. فبالتالي هذا كلياته ساعدني اليوم. اليوم أنا عم استثمر كل هاي المعرفة السابقة وهي التجارب. اختيارك للعمل التلفزيوني شو كان سببه؟ والله بالصدفة. على فكرة أنا حياتي الصدفة لعباني فيها دور كتير كتير كبير. أنا بالأيام المدرسة أنا كنت فرضا حافظ كل مسرحيات فيروز من أولها لآخر. بالمدرسة كنت مشاغب فني، بمعنى دائما بأوقات الحصص بقعد حفظ كل أولاد صفي أغاني فيروز والرحابنة والمسرحيات ونمثلها. بالعائلة لما تصير اجتماعات عائلية كنت أنا دائما أقوم مقدم وأعمل نكت وأعمل ليك وغني لهم وشيل وحط كذا. فالفن كان جواتي دائما. لما أخذت بكالوريا وجدتني فرصة بعثة فسألوني شو بتحب تدرس، قلت لهم بدي أدرس إخراج سينمائي. قام العائلة اللي أنا بعتزن وهيك طلعوا كلياتهم ضدي، يا عيب الشوم، بدك تروح وتدرس بالفن وترجع تشتغل مع الفنانين؟ لا. فصدمت صعوبات بلشت. ايه فقلت إذا ما تكون لكن أي فرع ما عدا الطب ما بحب. أم بهذيك الأيام في شيء كان اسمه هندسة إلكترون، كان شيء جديد على البلد وعلى هي. قال هندسة إلكترون هي شيء جديد واختصاص جديد وأحسن لك، قلت له أوكي. بالصدفة البحتة طلعنا على موسكو، هذه الهندسة الإلكترون اللي هي نحن تعبير عام، طلعت هنيك بموسكو تخصص مجال التلفزيون. قمت درست الشيء اللي أنا بحبه اللي هو عالم التلفزيون، واكتشفت حالي بانه دخلت انا على المهنه من اصعب ابوابها. بايامنا بالثمانينات كانت كثير صعبه التلفزيون، كانت الكاميرا هالقد، كان الشريط اللي يسجل عليه هالقد، يعني يطلع بده اثنين ليحملوه، كان في تقنيه مو مثل هلا بالهي، كانت صعبه. فانا دخلت على المهنه كمهندس ومن الباب الصعب الى كهندسه، وعشقي أنا من الأساس عشقي الإخراج والفن والأدب والأشياء. هلأ مين؟ وأنا كتير معطاء وبحب. أنا قاعديني 10 أيام قاعد بلا أكل وشرب بس عم اشتغل فن، بشتغل بعشق للمهنة. فمين استفاد مني؟ كل المخرجين التلفزيون. فمخرجين التلفزيون قبلي كانوا بالنادر ليطلعوا يصوروا لقطة خارجية، كلياته بالاستديو. لما أجيت أنا واستلمت النقل الخارجي فكله صار بقى كله بده يطلع يصور نص مسلسل خارجي. زائد انا مجتهد، يعني انا بحب اتعرف على اي شيء جديد، بحب ما خلي شيء انه والله ما بصير. يعني فرضا يكون عندنا مباراه نقل مباراه فوتبول بالثاني يوم بملعب العباسي، فاقوم روح انا انزل بالليل اقضي السهره بالليل كلياتها بالتلفزيون لافتح على الاقمار الصناعيه واتفرج على المباريات الدوليه كيف بيصوروها. اجي تاني يوم يجي المخرج متفاجئ بانه انا ركب له 4 كاميرات وركب له ما كان فيه انه تكتبي اسماء على الهواء ولا هي ما كان فيه كل شغلات، يتفاجئ انه انا عم اعمل له هذا الشيء وكنت اعمله انا لانه مستمتع فيه. هو ياخذ البروزه بس له انا ما عندي مشكله، انا عم قدم شيء هيك انا بتحبه وبدك. فبالتالي اجيت على المهنه حتما انا كنت راح اجي علي جاي علي، بس يوم بهذاك التوقيت اجيت علي درستها بالصدفه ودخلت عليها بالصدفة.
زرت العديد من الدول، العديد من البلدان مثل اليابان، انجلترا والمانيا واكيد ايطاليا. شو اللي اخذته من هيدي البلدان؟ شو اللي جبته من افكار طورت فيها بسوريا هون بالمهنه؟ انا كنت دائما حريص ولليوم حريص على التعلم. دائما اي شيء جديد، اي شيء بشوف الاخرين كيف عم يشتغلوا، وبحاول طور حالي وبالتالي طور ادواتي، وهذا ينعكس على اللي عم يشتغلوا معي على محيطي، فحتما رح ينعكس على عطائي. كل بلد الى ميزاتها. انا استفدت منهم كلياتهم تقنيا، بس بالفن انت روحك هي اللي بتطغى. انت اوكي عرفي التكنيك تبعهم كلياتهم، ولكن لتطلع شيء بقى هون الفكر. هلا لما انت اوريدي متمكنه من وسائل التكنيك وتجيكي افكار وتركبيها وتزبطيها تعبري عنها بطريقه احلى، هون بقى القوه. فانا هي الدول كلياتها استفدت كثير منها تقنيا. قبل ما ننتقل للحديث عن انجازاتك ويعني حياتك العمليه اكثر وبتفاصيلها بمكان عملك، رح اسالك شو اللي ما حققته بحياتك وحابب تحققه؟ هلا اقدر اقول لك انه في شيء رح حققه، في شيء رح طوره باللي عملته انا، ايه في شيء ما حققته حتما دائما بضل في شيء انت ما عملتيه وحريصه بانه تعمليه. بس انا بقول لك انا زلمه كثير كثير كنت اعمل تجارب كثير بحياتي. ضيفي اكيد متابعين معك بحوارنا، رح ننتقل انا وانت والمشاهدين لفاصل اكيد، وبنرجع لمكان عملك لنحكي عن حياتك المهنيه. فاصل مشاهدينا وبنرجع. رجعنا مشاهدينا اكيد يعني، ومثل ما وعدناكم انتقلنا لمكان عمل ضيفنا وهو شركه الفيصل. بدي ارجع رحب بحضرتك سيد فيصل، ومثل ما تابعنا بالتقرير يعني مسيره حافله بالعمل بالهندسه بالتلفزيون. شو اللي طبع بذاكرتك اكثر شيء بعملك كمهندس بالتلفزيون؟ هلا اقول لك بانه انا تربيت مهنياً بالتلفزيون العربي السوري. التلفزيون العربي السوري علمني أصول المهنة بكل أنواعها. أنا أعتقد بأنه التلفزيون العربي السوري هو المدرسة الحقيقية للإعلام العربي، لأنه أغلب اللي ساهموا في إنشاء محطات الخليج كانوا سوريين، وكل السوريين كانوا خريجين التلفزيون السوري، وأنا واحد من بيناتهم. عملي كمهندس كتير كنت مستمتع فيه، كتير كان يوفر لي إمكانية الاجتهاد، لأنه نقل خارجي وكل مرة أنت ما في شيء روتين، إنه كل يوم عم تصورين شغلة معينة كذا. ولكن اللي بذاكرتي هيك وكتير في إله حب عندي عملين. العمل الأول اللي هو رحلة الفضاء السورية الروسية. المحطة الثانية اللي بعتز فيها هي دورة ألعاب البحر المتوسط بسنة 1987 باللادية. أولاً هي عملت لسوريا ضجة إعلامية كبيرة. اثنين، المقدرة عند شبابنا بهديك الأيام يعملوا هذا الشيء التنظيمي والحفل الباهر سواء بالافتتاح ولا بالختام، زائد إنجازات رياضينا بهديك الفترة. فنحن اجتهدنا كثير وكانت هي شيء حلو كثير. انجازات كثير ومحطات كثيره بحياتك المهنيه. رح نتوقف هلا مع المحطه الهامه في حياتك وهي كمنتج بالبرامج والمسلسلات التلفزيونيه والكوميديه المنوعه والبرامج الثقافيه. نتوقف عند هيدي المحطه مشاهدينا مع هيدا التقرير ومنرجع. هي قصص كثيرة لا حصر لها، ولكنني سأروي لكم حكاية شهدت فصولها وأنا في مقتبل العمر.
مثل ما شاهدنا يعني مشاهدينا، أكيد محطات كثيرة من الإنتاج والأعمال التلفزيونية أنتجت سيد فيصل أعمال تلفزيونية كثيرة ومتنوعة كالبركان وغضب الصحراء أكيد، وأفلام مثل قمران وزيتونة، مسلسل القصر في موسكو، وبرامج ثقافية أخرى. يعني ما العمل الذي كان له وقع خاص على المنتج فيصل مرعي؟ كل عمل بوقته بالنسبة لي كان أهم من ابني، فكل عمل بوقته كان ابني، وكل عمل أنجزته بوقته كنت أحبه. حتما اليوم إذا بتقلي لي يرجع أعمله نفسه، يمكن بقدر، يعني أنا بعتز فيهم لأنه أفكارهم كانت قوية. أنا بقدر اليوم نفذهم مرة تانية بتقنية أعلى يمكن، ولكن أعتقد كفكرة ستبقى هي نفسها. فأنا كثير كنت أهتم بالفكرة وبالنص وبالاختيار، إضافة لأنه أنا يعني هاي المهنة بعشقها، فكنت أشتغلها بحب، وأي شيء تشتغليه بحب رح ينعكس على الكادر اللي معك، فكانوا الكل يشتغلوا بحب وعشق. وبهذيك الأيام كانت الدراما قليلة، ما في أعمال درامية بالسنة، يطلع له مسلسلين ثلاثة مش أكثر، فالكل حابب يعطي كل شيء عنده بعمله، فكل عمل فيهم بتوقيته أنا بعتز فيه وكنت حبه ولليوم بحبه. يعني وهذون بالنهاية بشكلوا ذاكرتي الفنية. جميل. حضرتك سيد فيصل كنت من أول المساهمين يعني بالشركات الإنتاج إن كانت على مستوى سوريا أو على مستوى الوطن العربي، تحكي لنا عن مشاركاتك العربية. هلا مثل ما قلت لك من شوي، التلفزيون السوري والسوريين التلفزيونيين السوريين كان لهم أثر كبير في كل محطات الخليج بالتحديد، فبالتالي كان بهذيك الأيام مساهماتنا كتير يعني مكتملة، يعني عربية متضامنة كلياتنا مع بعضها. أنا بتذكر لما بديت بالتصوير المسلسلات، كل المسلسلات الخارجية اللي إجت تصور، الخارجية المقصود فيها من دول تانية إجت تصورت في سوريا خارجيا، كنت أنا مسؤول عنها. هي أعطتني خبرة في يعني خبرة معرفية أكبر بالإنتاج وبالآخرين إنه كيف بيشتغلوا وهن كيف تأثروا فينا نحن كسوريين. هذا نتج عنه إنتاجات مشتركة بيناتنا نحن كأشخاص، انه يطلع فنان من السعوديه ولا فنان من الخليج ولا من مصر، نجي نعمل مع بعض توليفه ثانيه ونعمل عمل جديد. فالحقيقه يعني صارت مجموعه انتاجات في سوريا مشتركه، كان لها كثير اثر في تاسيس، يعني مو تاسيس، تكمله تاسيس للدراما السوريه الحقيقيه. يعني حضرتك كنت من أول المشاركين بالإنتاج، وأكيد كنت صاحب أول فكرة لإنشاء مدينة فنية تلفزيونية في سوريا مجهزة بأحدث التقنيات بأحدث الاستديوهات والإلكترونيات. رح نشوف هيدي المدينة ومقتطفات ولقطات منها ومنرجع لمتابعة حوارنا. متابع مشاهدينا ومنرجع.
شو حطلك تعمل هيك مدينة؟ لك أنا اشتغلت أنا بديت بهالمهنة لأني بحبها واشتغلت لأني حابب أعمل شيء فيها. فدائما هو أصعب شيء كان وكوني كمهندس و بعرف أنا شو خبايا المهنة كلياتها وشو لازم نعمل. فخطر لي إنه هاي الصناعة لازم تكون متكاملة وأنا كمنتج أستمتع لما بكون متملك كل أدوات الإنتاج. لتتملكي كل أدوات الإنتاج شو عملية لازم تعملي؟ لازم يكون عندك الكاميرا والمعدات والمونتاج والإضاءة والديكورات والملابس وكل شيء. فكان في عندي مشروع مسلسل بهذيك السنة فطلعنا ندور على الديكورات دورنا كثير ما لقينا. فخطر لي انه طيب ليش انا ما اعمل مدينه. وصلت لمحل وقفت على تلة طلعت كان معنا مجموعه الفريق العمل طالعين عم نعمل استكشاف. طلعت في المكان هيك شفت افقه بعيد كذا ومكان قريب لدمشق لا يبعد 20 كيلومتر ومكان كثير ساحر. فقلت لهم هون هنشو قلت لهم هون صدقون هون يا سوريا. طلعوا فيني هيك شو رجعنا لجنان فيصل مرعي يسموجنا. خلال شهر كنت باني ديكور مسلسل كامل بالحجر والإسمنت وعملت ديكور كامل وبديت طور الفكرة انه مع مهندسين ديكور اللي كنا نشتغل مع بعض تعالوا لهون نعمل كيت 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 كيت. الدولة وقفت معنا عطتنا أرض لنقدر نبني لأنه بدها إمكانيات كأرض وبدينا نعمل. حسيت بأنه أنا من الناس اللي يعني بقدر شوف لقدام وشوف المهنة لقدام وتطوراتها وشو لازم يصير فيها. فكانت كنت اجتهد وكانت تجيني ظروف مساعدة تحقق لي اجتهادي. فاليوم إذا بتطلعي على المدينة ولا بعد 100 سنة رح تطلعي علي تشوفي فيها البنى التحتية الموجودة هي مؤهلة هي المدينة من هون لبعد 100 سنة تضل عم تشتغل بكامل التقنيات اللي راح تجي. سيد فيصل أهم الأعمال اللي أنجزتوها بهيدي المدينة الفنية؟ والله يعني هي صارت أنجز فيها أعمال كتيرة يعني كتيرة وكان ظرافتها أنه هي مهيئة بأنه دائما تقدر تبدلي ديكور بسهولة. يعني ديكور قرية كاملة كنت قادرة خلال أسبوع تعمليه كامل وديكور حقيقي يعني كل وسائل المساعدة كانت موجودة الديكورات الورشات كل شيء. كان شعارنا في المدينة انه ادخل بنص واطلع بشريط. جيب نصك انت ممكن ما تحتاج ابرة من برا تطلع من المدينة ومعك شريطك كامل جاهز. الحمد لله قائمة وشغالة ويعني هي مثل يعني منشآت البلد تعرفي الموسم بشكل عام يعني في شوي بس الحمد لله هي موجودة يعني وهي مستمرة أهم شيء. أهم شيء كمان يعني بالإخراج إلك باع طويل إلك أعمال كثيرة يعني تحدث عن نفس الأعمال منا لا تفهمونا غلط 150 حلقة سور القرآن 114 حلقة رح نتابع هيدا التقرير عن أعمالك بالإخراج أكيد منرجع لمتابعة الحوار. نتابع مشاهدين مش برنامج انتوا جايين تتسلوا ولا ايه؟ حقيقه انا اول مره اشوف برنامج بالشكل ده. مش عايز اسجل البرنامج ده دلوقتي انا عايز اخلص. هتخلصوا البرنامج ده ولا امشي؟ انتوا اللي البرنامج بتاعكم كل شويه بيحدف حاجات. انا خلاص مش هسجل يا حبيبتي. يا جماعه مش ممكن نسجل وهو كده؟ معقوله يا شباب؟ لا لا يعني يا بنعمل حلقه يا بلاش. انا قاعده فين؟ لا ما عجبني انت بليز. انا حسي انه انا قاعده ب انتوا ما بتعرفوها هي العصفوريه بتعرفوها شو هي العصفوريه؟ ايه ده احنا قاعدين في فرح بلدي ولا ايه؟ انا بعد شويه همد ايدي عليك. حلقتي انا خلصت كده تصوير ومش هشتغل. شو عم بيصير؟ اول مره تحصل لي بتجيب لنفسك الكلام. ها بس يا ابني انت كمان ايه المصيبه اللي واحد قاعد فيها دي؟ لا انا مش عايزه اكمل الحوار ده بعد اذن حضرتك.
قبل ما ابتدي انا اتوتر مش عارف اكلم مش عارف اتكلم يا جماعه ستوب مش هشتغل انا مش هكمل لا اله الا الله على هالمقابله اليوم ستوب يا اخوانا نحكي بعدين ستوب يعني اتفضل اطلع بره ولم الشله بتاعتك المنيله دي في ايه انت جات بيها بيها انا صايع فاكرني ممثل يا له كل ده كلام فاضي كل دي انا دي مصايب انا راجل صعيدي ودمي حامي لا مؤاخذه انا حرامي ده انت حرام انت قليل الادب من فضلك ما تغلطش على فين عبد المأذون بابا وافق انه يتجوزك لا الحقيقه انا عاوز اشكركم قوي على اللي سبتوه ده عاوز اقول لكم انكم مسخره حضرتك باحث بالتاريخ وبالقرآن الكريم والكثير من المراجع يعني والمصادر الدينية اللي بتبحث فيها هيدا البحث أو هيدا المشروع القادم لإلك أنه مثل ما شرحت لنا يمكن قبل الهواء أنه يكون هيدا عبارة عن صور تورجية للمشاهد تشرح لنا عنه أكثر يمكن هيدا المشروع الأهم هو المشروع باختصار اللي عم تشتغل عليه حاليا المشروع اسمه تاريخنا شبكة تاريخنا التلفزيونية هو هدفه تقديم التاريخ مصور بكل أشكال التاريخ السياسي الاجتماعي الديني الأثار كل شيء ولكن بطريقة تلفزيونية جديدة قلب التاريخ إلى موسوعة متكاملة تلفزيونيا بكل الاتجاهات فبديت بتاريخ العالم الإسلامي أنجزت عملت أخرجت 365 حلقة هي اسمها التاريخ الإسلامي في مثل هذا اليوم حلقة يومية على مدار السنة تعطيك أبرز الأحداث في التاريخ أنا بعطيك رؤوس أقلام وإضاءة على الأحداث المهمة وإنت إذا حبيتي تطلعي أكثر بتدخلي على الموسوعة أوريدي اللي نحن عملناها بحيث أنه أنت توسعي معارفك أكثر وتوسعي مداركك وتعرفي شو هذا اللي صار ومن كل الاتجاهات لأنه في التاريخ دائما يجب أن تكوني صادقة وما إلك هوى بمعنى أنه أنا عم أحكي عنك لأنه أنت بتهميني وبتخصيني وبين بلدي فبقوم بدي أطري عنك ولو بدي روح بالحالة شوي أحرف الحقيقة فأنا لا رحت باتجاه التصنيف وليس التأريخ التصنيف والتوثيق بحيث أنا عملت كل خبر في التاريخ وكأنه مشهد تلفزيوني مربوط باسم الكاتب اسم الكتاب أنا دخلت على الخبر زمنته يوم شهر سنة ميلادي هجري حددت له بأي دولة تاريخية هو صار الخبر بأي مدينة ومين أبطاله وشو نوع الخبر بهي الحالة انت بأي طريقة حابة تدخلي تعرفي اي خبر تقدري تدخلي وتعرفي هلا هذا اخذني لمكان انه انا صرت يعني لازم ابحث طيب بحثت انه انا بدي اعطي هذا الخبر مصداقية وشغل ذكاء المشاهد كيف بتشغلي ذكاء المشاهد انه انت لما بتجيبي له كذا رواية لنفس الخبر هلا هو دائما بده يروح باتجاه الرواية اللي بتناسبه ولكن انت لما بتعطيه معطيات معرفية حوالي الخبر هو راح يشغل راح يوصل لحاله راح يشغل مخه ويقول لا هذا الخبر أصدق بسبب ضيق الوقت يعني راح انهي حواري معك بسؤالي الأخير لإلك جديد أعمالك شو هو؟ جديدي هو مشروع المصحف التلفزيوني هو تحويل القرآن الكريم إلى موسوعة تلفزيونية علمية معرفية تاريخية دينية تقدم وتعرف بكل كلمة في القرآن الكريم بمعنى كل آية في القرآن الكريم إلى عنا 3-4 أفلام مرة بشوفي فيلم عنا أنه كيف تترتل بالمقامات الموسيقية مرة بتشوفي عنا كيف تعرب كأعراب وتساهم بالحالة بالتعريف باللغة العربية مرة تقدم بالتعريف بكلمة مذكورة في الآية نعمل لها فيلم فهو مشروع يهدف إلى تقديم أو تغيير نمط تعاطينا مع القرآن الكريم بحياتنا اليومية نحن بحياتنا اليومية اليوم نسمع القرآن فقط في التعازي نحن عم نحاول نقدم القرآن الكريم أنه هو
شيء حالة فرح لازم تكون دائما عندنا وحالة معرفة، لأنه هو أهم كتاب قدم للبشرية. فيجب نحن علينا أن نساهم في ترويج تقديم المعرفة والعلم من خلال هذا. شكرا لاستضافتك لنا سيد فيصل مرعي، وحضرتك المهندس والمنتج والمخرج التلفزيوني، شكرا لاستضافتك لنا بمكان عملك بمنزلك، واكيد اغنيت برنامج ضيف وسيرة. شكرا لكم ولفريق العمل كاملا، وحلوة لمتكم على فكرة، وطريقة شغلكم انتم ظريفة وعم تنتجوا وتبدأوا، فشكرا لكم. أكيد شكرا لك مرة تانية، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا لمتابعتنا بهيدي الحلقة. رح نختم مع مادة فيلمية علمية اختارها ضيفنا لهيدا اليوم. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. ورتل القرآن ترتيلا. قصة براءة سليمان من السحر. جاء في تفسير الطبري: إن اليهود سألوا محمداً صلى الله عليه وسلم زماناً عن أمور من التوراة، لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوه عنه فيخصمهم، فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل إلينا منا. وأنهم سألوه عن السحر وخاصموه به، فأنزل الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وإن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك، فدفنوه تحت مجلس سليمان، وكان سليمان لا يعلم الغيب. فلما فرق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا به الناس وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فرجعوا من عنده وقد حزنوا وأدحض الله حجتهم.